نعدي الجزء ده كده ونرجع له تاني بتاع التصنيع. طيب ايه هو التركيب بتاع اي لوح شمسي في الدنيا ممكن تشوفه؟ ايه هي المكونات اللي هو بيتكون منها؟ اول حاجه بيبقى عندك مجموعه من الخلايا الشمسيه بتتوصل مع بعض ايا كان التوصيل، ولكن التوصيل احنا قلنا كده لازم يبقى توازن، تمام؟ بيتحط فيها طبقه اسمها اي بي اي، سيلين جلايل اسيتين، دي ماده كيميائيه شفافه بتساعد على لزق الخلايا دي في الفريم الازاز اللي بيتحط فيه. الخلايا دي لو جبت كده بصيت لخليه، خليه بس الخليه اللي هي السيل اللي جوه اللي هي لونها ازرق دي، لو جيت مسكتها دي هتلاقيها تقريبا رفع الشعره، لو جيت بصيت لها كده كسايد فيو ممكن ما تشوفهاش، لو جيت عملتها كده هتتكسر، هي حاجه رقيقه جدا جدا جدا، السمك بتاعها بيتقاس بالمايكرو، هي حاجه صغيره جدا، فانا لازم ادعمها بشويه كومبوننت تديها قوه ميكانيكيه شويه عشان تستحمل سرعات الرياح، عشان طبعا لو جبت سلم من جهه سرعات رياح عاليه هي اوتوماتيك هتتكسر. وانت شغال وبتركبها لازم يبقى عندك حاجه قويه عشان تقدر تناولها الواحد تديها الواحد، اتخبطت منك ما تتكسرش. فبداوا يحطوا عليها طبقه من الازاز، عشان يلزقوا طبقه ازاز مع الخلايا دي لازم يحطوا الطبقه اللي اسمها الاي بي اي، طبقه شفافه زي ما احنا قلنا كده بتساعد في لزق الفلتين ببعض. نيجي لظهر الخليه بتحط طبقه ثانيه من الاي بي اي، وبلزق حاجه في الاخر اسمها تيبلر بوليستر، دي ماتيريال لونها ابيض كده، دي ماتيريال عازله عشان تعزل الجزء الخلفي كله عن اي حاجه، تمام؟ تمام يا شباب كده. وبعدين في الاخر بجمع كل ده من خلال فريم الومنيوم بيجمع لي كل الكومبوننت دي ببعضها. فريم الالومنيوم ده وظيفته ان هو بيديني قوه ميكانيكيه، الحاجه دي تبقى صعبه في كسرها. الفريم الالومنيوم ده بيبقى بسمك ممكن يبقى في الخلايا الستاندرد الكبيره اللي حوالي 3 سم ل 4 سم، سمك كبير عشان يحمي لي كل المكونات دي. لو جيت بصيت الفريم الالومنيوم هتلاقيه دايما اعلى من الخليه، طالع كده بالبروز من الاربع اتجاهات عشان لو وقعت على وشها ما تتكسرش، وبرده ليه بروز من تحت عشان برده لو وقعت ما تتكسرش، عشان الازاز مع اقل خبطه ممكن يتكسر، تمام؟ طيب ايه هي المكونات بتاعت اي خليه في الدنيا؟ طبقه من الخلايا وفوقيها وتحتيها طبقتين من الاي بي اي، وبعدين لوح ازاز وفريم الومنيوم من فوق، ننزل من تحت طبقه من التيبلر بوليستر او الباتش بنسميها كده الباتش شيت، طبقه لونها ابيض، وفي الاخر بحط حاجه اسمها جانكشن بوكس او صندوق التوصيل، ده اللي بجمع بيه الباسبورات بتاعتي كلها على اثنين باسبور بيطلعوا لي اللي هو الموجب والسالب بتاع الخليه بتاعتي، تمام؟ نعدي ده ونرجع له تاني. خدنا بالنا كلنا طب من طريقه التوصيل جوه الخليه نفسها، خدنا بالنا من كل المكونات اللي انا اتكلمت عليها. لسه ما كملناش على التوصيل.
نيجي نتكلم لازم نفرق بين اربع حاجات، حاجه اسمها سيل وبانل وسترينج واري. حد يقدر يقول ان الشكل ده ايه معنى كل حاجه فيهم؟ واحد كمل واحد قول اول حاجه مثلا يعني ايه سيل؟ ايوه يعني ايه؟ بصوا قد ايه؟ قد كام في الايد ولا نص ولا هو يعني امتى اقول على دي خليه ودي ما اقولش عليها خليه؟ يعني دي مثلا الخليه دي مثلا تقريبا مثلا تقريبا 3 سم سم ونص حاجه زي كده. هل دي خليه؟ لا. طب لو انا جبت لك واحده ثانيه كبيره 15 سم في 15 سم هتبقى هي نفس الخليه؟ اي حاجه خلينا كده نبص ان الفواصل البيضاء الفلوس دي فواصل، فاصبح ان كل مربع من دول ده قطعه لوحده، ده بيتسمى سيل. بس هل السيل دي هي نفس السيل اللي موجوده في البانلز الاكبر؟ ايه اللي بيختلف ما بين الاثنين؟ هما الاثنين سيل بيتقال عليهم كده كمسمى سيل، بس ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لا السيجنس ما بيفرقش، هو طول الارض. لو فاكرين كده من السيشن بتاعت امبارح ان انا كل ما المساحه بتزيد الانبوت بيزيد فالاوتبوت بيزيد، دي نفس السيل الموجوده مثلا في البانلز ال 500 واط، بس دي الواط بتاعها قليل جدا لان هي مساحتها صغيره، الانبوت اللي هينزل عليها قليل هتخرج رقم قليل. دي مثلا ممكن تلاقيها مثلا ربع واط مثلا، يعني تقريبا دي كلها 36 خليه وكلها 10 واط، يعني ممكن تلاقي الواحده 3 من 10 35 من 100 واط. البانل الاكبر من كده السيل الواحده ممكن تبقى مثلا 18 واط 10 واط السيل الواحده. فالسيل هي اي شيء او اي او اصغر مكون للوح الشمسي لما تيجي تقيس فرق الجهد على الطرفين بتوعه تلاقيها كام؟ نص فولت، نص فولت ل 6 من 10 فولت، ده رقم سيل. يعني لو جبت اي خليه في الدنيا سيل وقست فرق الجهد لقيته 5 من 10 دي بقى بالنسبه لك اسمها سيل. تمام؟ طب لو انا دلوقتي عندي سيل 5 انش من 5 انش، دلوقتي السيل دي هي نص فولت مثلا بتطلع 10 امبير، وعايز اصنع منها، انا عندي منها مجموعه يعني مش عندي قطعه واحده، يعني عايز اصنع منها بانل، البانل دي بتطلع امبير، الامبير ده يساوي 2.5 امبير، يعني انا عايز اطلع بانل في الاخر كامله مثلا 12 فولت و 2.5 امبير. عامل ايه؟ هتقسمها، ده منطقي، يبقى عندك مساحه بتطلع كميه معينه او ينزل عليها كميه معينه فبتخرج نفس او بتخرج كميه برضه معينه، لما تيجي تقسمها اربعه واصبح كل جزء من دول لوحده سيل، دي سيل دي اثنين دي ثلاثه دي اربعه، دي نص فولت 2.5 امبير، صح كده؟ طيب انا دلوقتي عايز اطلع 12 فولت بعمل ايه؟ بقسم ال 12 على النص على 24، يبقى انا محتاج اوصل من دي 24 واحده انسين، صح كده؟ طب لو انا عايز اخد 5 امبير في نفس دي اوصل 24 تاني انفرل مثلا، او ان انا اقسم دي بس اثنين واوصل منها 24 انسين، صح كده؟ يبقى السيل هي اصغر مكون للوح الشمسي بيديك نص فولت او 6 من 10 فولت، تمام؟ طيب البانل هتوصل ازاي؟ انسين، لان مفيش كده كده امبارل اصلا. طيب سترينج ليه نسيت؟ ليه مش امبارل؟ انت ممكن توصل الخلايا عادي، ممكن مثلا عندك اربعه ولا حاجه ممكن توصل اثنين سيريس والاثنين التانيين امبارل اللي معاك، صح؟ اعتقد يعني اعتقد كلمه سترينج دي اكيد عدت عليك كتير، صح؟ هي يعني مش لازم بس سترينج دي هي حاجه معروفه يعني. سترينج هي مجموعه اشياء متوصله على التوالي. توالي بس. طب لو انا عندي سترنج كمان او ثلاثه او اربعه متوصلين مع السترنج ده امبارل اتحولت بقت حاجه اسمها اري اللي هي المنظومه الكامله. مفيش منظومه في الدنيا عباره عن سترنج واحد، في طبقه ممكن تلاقي محطه سترنج واحد.
بيتقال عليها سترينج بيتقال عليها اري مع بعض. يعني انت عامل محطه صغيره كيلو مثلا، هو الكيلو ده هو سترينج اربع خلايا او ثلاث خلايا خلاص مش اكثر من كده يعني. الاثنين ساعتها بيساووا بعض تمام؟ لو انت عندك محطه كبيره كل حاجه مثلا فوق ال 5 كيلو لازم تبقى فيها اكثر من سترينج. دي هنشوفها في التصميم بتاع الانفرترات نفسه. الانفرتر بيبقى ليه اكثر من دخله مش واحد. بيقول لك انا اقدر استحمل اثنين سترينج او تدخل لي اثنين سترينج او ثلاثه او اربعه او خمسه. فعشان تتجمع كل ده وتحط له واحد، انت مش جايب انفرتر 10 كيلو توصل لسترينج 2 كيلو. ملهاش لازمه. تمام؟ تاني سريعا السلك هي اصغر مكون للوح الشمسي وهو بيساوي تقريبا 6.10 فولت اي سي او 5.10 فولت بي سي. البانل هي مجموعه من السيلز متوصله ان سيريز. السيلز بتبقى تقريبا كانت ستاندرد ممكن تبقى 60 ممكن تبقى 72 96 120 144 وصل دلوقتي تقريبا لحوالي 210 سيل من البانل الواحد. كل ما عدد السيلز بيزيد في البانل كل ما قدرتها طبعا بتاعت لان حجمها بيزيد فطبعا لازم قدرتها كمان بتاعت. السترينج مجموعه من البانلز متوصله على التوالي. البانل هي موديول عشان لو يعني قلنا كده او كده الاثنين واحد. سترينج مجموعه من الخلايا متوصله ان سيريز اونلي وبعدين الاري مجموعه من السترينجات متوصله على التوالي. تمام؟